وتنضم إلي الآن من القاهرة آية زهير، نائبة رئيس قسم البحوث الاقتصاد الكلي في زيلا كابيتال. أهلا وسهلا فيك معنا آية. ما هي توقعاتك إذن ما هي توقعاتكم في زيلا كابيتال لتحرك المركزي اليوم؟ والله احنا نتوقع ان البنك المركزي هيرفع سعر الفايده بنسبه حوالي 1% او 1.5%، وطبعا هذا الرفع يعني متوقع ميني بيستهدف استباق الارتفاعات المتوقعه في معدلات التضخم في الشهور القادمه، وبيحاول الحفاظ على جاذبيه الاصول المحليه، بلس ان هو كمان نعم. بيحاول يدعم قدره البنوك العامه المصدره اللي شهدت 18% على ان هي تقدر تستمر في طرحها لحد نعم. ما يتوفر التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي. يعني نحن نتكلم على مستويات تضخم عن 13% الان، توقعات ان ترتفع الى 15%، ونتكلم عن هذه الفوائد التي من يعني ما زالت بعيدة، وكما ذكرنا الفوائد الحقيقية هي في السالب حاليا. هل الخطوة كبيرة من المركزي المصري اليوم فيها دلالات على محاولة عكس خروج الأموال من مصر الآن، فيها محاولة لإرضاء المستثمرين وإعادة جذبهم أو استقطابهم إلى الاستثمار في سوق السندات المصرية؟ طبعا هو ده مما لا شك فيه، ان هو بيحاول ان هو يسيطر على الاكسبريشن الهوت ماني اوت فلوز، بس ده طبعا يعني مش احنا بس اللي بنمر بالمشكله دي او يعني بالعار ده، لان كل الدول الناشئه احنا اي دوله ناشئه بتمر بنفس الظروف بالظبط، وده مش بسبب لضعف الاقتصاد المصري او اي حاجه، ولكن بسبب الظروف العالميه اللي احنا بنتعرض ليها يعني. ولسه هذا سباق ما حدا بيربح فيه، اللي بيقولوا اي البرايس وور او السباق، هذا ما حدا بيربح فيه بالضبط. كل حاجه اتس انسرتن. طيب، وبالتالي ما هي الآليات الأخرى المتاحة الآن أمام البنك المركزي؟ رفع بنسبة عالية سيكون له لا شك تداعيات في ظل الارتفاع بأسعار المواد الغذائية أيضا وما إلى ذلك. والله هو الآليات التانية ميني إن لازم إن إحنا ضرورة تقليل فاتورة الواردات، يعني لازم يبقى في يعني نقلل أي ضغط هيأثر على سعر الصرف أو اللي بيها بيأثر على التضخم عندنا، بجانب رفع معدلات الفايدة، لأنه رفع معدلات الفايدة بيبقى غير كافي لو ما حصلش يعني إصلاح اقتصادي هيكلي من الداخل يعني بشكل نعم. محلي. الديون والاستثمارات من الخليجية طبعا ساهمت بدعم الاقتصاد المصري لفترة لغاية الآن، لكن أيضا هل هناك الآن أي نية للتوجه مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي؟ هل هذه من بعض الحلول التي تسعى إليها الحكومة؟ طبعا اللجوء الى طبعا مما لا شك فيه، احنا بنحاول ان احنا يعني احنا لسه في المفاوضات بتاعه الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع انه اي جاس انه نوصل لحلول يعني نهائيه على اخر جون او على جولاي بالكثير، ان احنا ناخد القرض، ومتوقع ان هو يبقى يكون يعني ما بين من 5 إلى 7 مليار دولار، فطبعا ده طبعا بجانب المصادر الأخرى من التمويل الخارجي أو استثمارات خارجية يعني. في هذه الأثناء إلى أي درجة يلتمس المواطن في مصر هذه الارتفاعات بالتضخم كما ذكرنا، والتي باتت تصل إلى حوالي 15%؟ هو بصراحة هو المواطن يعني واصل لمرحلة ان هو بقى نفسه هو محلل اقتصادي، وكله قاعد عمال بيتكلم في البنك المركزي هيعمل ايه، هيرفع سعر الفايدة ازاي، التضخم هيوصل لايه، فبالتالي هو المواطن بقى متوقع خلاص الزيادة اللي في الاسعار وبيهيئ نفسه كده يعني. اي جاس ان هو
فاهم خلاص مثلا برضو ان احنا كان حصل تعويم في 2016 فاحنا بنعدي تاني بنفس التجربة. فاي جاس برضو ان المواطن هو يعني خلينا اقول ايه اللي هو احنا عدينا الازمة قبل كده فهنعرف نعدي الازمة دي برضو. فطبعا في تحديات وفي صعاب وفي غلاء في الاسعار، بس اي جاس انها هتبقى متوقعة يعني. آية زهير، شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم.